طيب خلينا نروح لموضوع آخر. في تطور كبير طبعا بيحدث في قطاع التعليم العالي، حصل فيه تطوير كبير جدا في الفترة اللي فاتت، من أهمها هو استحداث كليات جديدة وتخصصات مختلفة بيحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، وكمان توفير مجالات مختلفة يبدع فيها الطلاب. تطور كبير يحدث في قطاع التعليم العالي خلال الفترة الحالية، خاصة مع استحداث كليات جديدة وتخصصات مختلفة يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، وتوفير مجالات مختلفة يبدع فيها الطلاب. كان من بين تلك التخصصات الجديدة كليات علوم الإعاقة بجامعة بني سويف، والتي بنيت على مساحة 320 فداناً، وبدأت الدراسة بها خلال عام 2017 لتكون أول كلية متخصصة في دراسة علوم ذوي الإعاقة في مجال التعليم الجامعي، وذلك من أجل تأهيل الطلبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، وهي أول كلية من نوعها في مصر، ويدرس داخلها علوم الذكاء الاصطناعي وبعض المقررات العلمية الموجودة في كليات أخرى مثل الحاسبات والمعلومات والهندسة والعلوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وتعد كلية تكنولوجيا صناعة السكر التابعة لجامعة أسيوط هي الأولى من نوعها في هذا التخصص على مستوى جامعات مصر والشرق الأوسط. وسعت جامعة أسوان لمواكبة التقدم العلمي في قطاع الثروة السمكية وتأهيل الطلاب لسوق العمل، فاستحدثت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك، كما تم تأسيس كلية علوم الأرض في العام الدراسي 2016-2017، وتعتبر من الكليات المتفردة نظراً لعدم وجود مثيل لها في الشرق الأوسط سوى بالسعودية، وتمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض وتخريج دفعات متخصصة في مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية والآثار البيئية وتزويدها بمهارات عملية.